عليكم السلام. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا هلا. طبعا انت اليوم داخل لك بكره او بكرتين. بس لو تقرب لي الميكروفون بس منك ولا تعطيني يا زلمه لك. لا ما عليك انا خليها. اليوم مداخلين بكرتين ولا بكره؟ والله احنا ما دخلنا، بدخل ان شاء الله بعد بكره ان شاء الله. بعد بكره. دخلوا الربع اليوم. اي. وان شاء الله بعدهم التوفيق. اي بالله. والناموس ان شاء الله. متى بتدخلون انتم؟ ان شاء الله بعد باكر ان شاء الله. والباكره اللي بتدخلها بعد باكر وش في لقيه؟ إجذاعة فالإجذاع الله وش إسلالتها وإنتاج ولا شراء إنتاج إنتاج وش أبوها؟ أبوها القيضي أبو صراحة المري ما شاء الله تبع على سوم؟ على سوم نسمع عبد الله يسوم عطوه سوم بها ما عطوه 40 وقال مهيب للسوم لا والله عطوه 500 وقال مهيب للسوم أبدا ما طعم الله يوفقنا وياه الحين جينا مباركين مشاركين مع اخواننا اي بالله والله يوفقهم ان شاء الله وان شاء الله ان الوزن حليفهم هم وجميع الرفاقه كلهم ان شاء الله مشاركين ان شاء الله ان شاء الله والله يطول اعمارهم خميس بن محمد وهذا الاخوان معتاد اي بالله ابو محمد ان شاء الله ان الوزن حليف ان شاء الله كلهم جميع ابو محمد يطبخ ابو سيف سم ابو علي عنده ابيات عنده ابيات تشلونها الله احنا نشل وراه طيب اخواننا الغالين والوافين اخواننا الغالين والوافين ليتنا ومسنا بعايلها اخواننا الغالين والوافين اخواننا الغالين والوافين ليتنا ومسنا فعايلهم نصر حضر ثم حضر الليزن نصر حضر ثم حضر الليزن نصر حضر طوع صعايبها وما علي طوع صعايبها وما علي طوع صعايبها وما علي طوع صعايبها وما علي طوع صعايبها عيال ابو ناصر دربي من عيال ابو ناصر دربي من عيال ابو ناصر دربي من عيال ابو ناصر عشر ثم زايد ثنتين شرى عشر ثم زايد ثنتين وما النما وما الرموز اللي تضويها وما الرموز اللي تضويها شرى عشر ثم زايد ثنتين شرى عشر ثم زايد أقول ما شاء الله وأقول آمين أقول ما شاء الله وأقول آمين يا من سمع ردد ونوحيها يا من سمع ردد ونوحيها اللي يشترون الزين يستاهلون وينمسون بني عمهم في المحافل بيض الله وجيكم بيض الله وجيكم هذا جاهز يا عبد الجاهز ابشر الحين حبينا اشارك بالابيات وي والله قليل بحقكم وانتم تستاهلون اكثر انتم من يسمع جميع الصوت والله كلكم والله انتم الاخوان الغاليين انتم الاخوان الغاليين اللي ما عاد اغلبكم عندنا والله والله شاهدين عليها وان شاء الله ان الفوز حليفكم ان شاء الله وابو حمد والاخوان كلهم جميع الله يمسيكم بالخير الله يمسيك بالنور انا طالع معكم
بجيب لكم قصيده ذكرت القصيده لكم قصيده في حياه الشيخ زايد في مناسبه عيد الله يرحمه. اي بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله. عندي مسجل. يقول يا الله يا جزيل عطنا دعيناك يا ملك الدنيا ويا باسطنها ويا منزل القران دعيك برضاك وعسى نار صرصر جارنا الله منها. امين. يا هناك يا زايد ابن العيد يا هناك يا ريس الدوله وحامي وطنها واخوانك الحكام والشعب هناك وكل الدول جاتك تهانيك منها. ومصوته كل الجزيره بمبداك ويفخمون بلاد زايد سكنها. يا شيخ يلي تفعل الجود يمناك واهل القصايد فيك جابوا لحنها. والامارات غنت لك بالاصوات تهواك. رقيتها بك تفتخر في زينها. وغنت لك اللي تصقل السن براك تدفن حر عشاقها ما سهنها. ابو جعود منسله فوق الاوراق معزوله يغوى الذي واصفنها. ويا شيخ قام الله بعونك وبخطاك والله يرفع رايتك في وطنها يلي الامارات اصبحت تحت روياك فيها زهور منوعه من عينها. والله يغفر بطن شلك ورباك وجعله جوار المصطفى في جنانها. انتوا اهل التاريخ من قبل الاتراك وانتوا حماة الارض من شابرنها ونحن بغال الروح يا شيخ نفداك يلي الجيوش بامرك منظمنها. قلته وانا لي لابت عند الاضناك اللي يتسابقوا الابطال عجله تشحنها يعجب اعزاهم صدق مهيب الاشكاك وعزوه لهم منصور يا سامعنها. والمعذره يا شيخ في القول ديجاك واسمح لنا في كل مجاز منها. وسلامتكم. الله يرحمك. الله يرحمك. الله يغفر له ان شاء الله ويسكنه جنان. الله يشكرك يا ابو سيف انت واخوياك. طول عمرك. على ذا الزياره وهذه طال عمرك الناموس. صحيح. زياره اخوان شمه. وجمعتهم في ذا الجمعة اللي تشوفها هذه هي الناموس الأول. صحيح. سمعت؟ ونشكركم على اهتمامكم اللي نحن كنا نحبه ونتبعه لأنه يصور القاع طعمك ويصور الحياة ويصور الرعي ويصور أهل الحلال اللي يفرحنا. إذا أحد مشغول ولا قدر يروح فتح على ذا القناة الطيبة وشاف كل شيء واستانس. الله يطول عمركم ويجزاكم خير. شكرا لك. الله يطول عمرك. يمكن لهم يصير اهل الحلال والثواب كله. اول شيء ان البارك من ذا المكان على شيوخنا الله يطول اعمارهم ويعرف الشيخ خليفه ويطول عمر الشيخ محمد بن زايد اللي يتاحوا لنا هذا المهرجانات وهذا الفرصه وهذا الاربع المزاينات ما شاء الله. من حب المهرجانات ومن حب التراث. نعم. وهذا فيما يقوي التراث فيما يعلق الشباب بالتراث. صحيح. والحمد لله اتاحوا لنا الفرصه اللي ما عنده فرصه ولا هو مجهز في المزاينه الثانيه الثالثه الرابعه مهرجان الظفره الرسمي. نعم. ولا عندنا الله اكثر من كذا. نسال الله يوفق حكومتنا الرشيده ويطول اعمار شيوخنا. شكرا لك. الله يطول عمرك. شكرا لك. شكرا 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 شكرا. يا